حيث أكد مصدر مسؤول مقتل 5 أشخاص بينهم رجل أمن وجرح نحو 60 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بتوافد تعزيزات أمنية بالقرب من مكتب رئيس الوزراء ومبنى وزارة الخارجية. هذا وكان آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية قد تجمعوا وسط العاصمة بغداد بعد أن نشد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المحتجين إنهاء المظاهرات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية للمواطنين. إذن منذ أكتوبر الماضي شهدت المظاهرات في الساحات والشوارع العراقية موجة من الغضب ضد تدخلات إيران في الشأن العراقي وتورطها أيضا في تعزيز الفساد والفوضى في أنحاء البلاد، حيث وجه المتظاهرون عددا من الرسائل الواضحة للنظام الإيراني لكف يده عن العراق إلى الهند. نعم، الهدف الذي انطلقت لأجله المظاهرات في العراق كان مطلبياً لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية، إلا أن الأصوات ارتفعت لتطالب بالحد من نفوذ إيران التي باتت تسيطر على مفاصل الحياة في العراق. الغضب الشعبي ضد النظام الإيراني تمثل في محاصرة المحتجين لمبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد، حيث تسلق المتظاهرون أسوار القنصلية ليسقطوا العلم الإيراني ويستبدلوه بآخر عراقي، كما حاولوا إحراق مبنى القنصلية. المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كان قد هاجم الاحتجاجات العراقية معتبراً أنها أعمال شغب تديرها أمريكا وإسرائيل، ودعا إلى تحقيق المطالب ضمن الأطر القانونية. الرد على خامنئي جاء من المحتجين العراقيين الذين رددوا هتافات مناهضة لتدخلات طهران في شؤون العراق، كما قاموا بإزالة صور خامنئي من الشوارع وضربها. هذا وقام شباب عراقيون بتغيير اسم شارع الخميني في محافظة النجف إلى شارع شهداء ثورة تشرين، كما انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الإيرانية بكافة أصنافها على الأراضي العراقية. وأخيراً وجه أحد المتظاهرين العراقيين رسالة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مفادها أن وجوده غير مرغوب به في العراق وأن العراق بلد عربي ولن يكون جزءاً من إيران. نتابع. الرسالة إلى قاسم سليماني. قاسم، عندك العراق بلد عربي، العراق للعراقيين، وطن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وجودك به غير مرغوب. إذا صوروا لك السياسيين وكانوا يصورون لك قبل أنه الشيعة مرحبين بيك، أنه الشيعة مسيطرين، هاي الشيعة شفت بعينك؟ هاي الشيعة. اليوم جينا اهالي كربلاء الشباب متفقين مقابل القنصليه الايرانيه على مود ينزلون علم الايراني ويرفعون علم العراقي. الايرانيين اذونا، الاحزاب الفاسده كلها تابعه لايران. بعد مستحيل يبقى ايران بكربله، ومستحيل يبقى عميد بكربله. اهالي كربلاء انتفضوا، وبعد ما يبقى اي واحد بكربله. لا احزاب ولا هاي، بكل العراق عموما.